فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول إنها قد حجت في العام الماضي وجاءها الحيض، ففعلت كل ما يفعل الحاج إلا الطواف. نعم. تقول حجت في العام الماضي وجاءها الحيض، ففعلت كل ما يفعله الحاج إلا الطواف، وجلست 8 أيام ولم ينقطع الدم، ولكن قد تغير لونه عن دم الحيض المعروف في اليوم الثاني، علما أن عادتها 7 أيام، فاغتسلت ثم طافت بعد اليوم 7، فما حكم فعلها؟ إذا طافت قبل أن ينقطع الدم فطوافها غير صحيح، والعادة يمكن تزيد تنقص، يمكن العادة تزيد تنقص، فطوافها غير صحيح، عليها أن تبادر بالذهاب إلى مكة وتطوف للإفاضة إن كان طواف الإفاضة، أما إن كان طواف الوداع فالوداع يسقط عن الحائض. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وإذا كان حصل عليها جماع وهو طواف إفاضة فعليها مع الرجوع والطواف عليها أن تذبح فدية شاة في مكة توزعها على الفقراء. نعم.